صباح الخير والسلام عليكم صحباتي العزاز، كيف دايرين؟ كنتمنى تكونوا بخير، نهاركم مبروك الا كنتو كتشوفوني في الصباح، ولا كتشوفوني في الليل ليلتكم مبروكه. المهم بنات، اليوم خليت الدنيا في المدرسه، دزت البوسطه صيفط واحد الشيلان خداو من عندي بنات. بصراحه هاد اليومات ما عنديش بزاف لي كوموند بزاف، لهذا كنديهم غير انا نيت، لانه ما كاينينش الالوان باقي، ما دخلوش الالوان بزاف اللي بغاو الناس، لهذا كياخذوا غير بعض الناس اللي بغاو دوك الالوان اللي باقين وصافي. يعني الالوان الاساسيه بحال الكري الكحل وداكشي باقي ما جاوش الستوك، باقي ما وجدوش. صافي البنات، كما قلت لكم اليوم هو ثاني نهار ديال التحدي باش ما نبقاش نرجع الناس. بزاف الناس سولتوني قلت لي عواطف فين كترجعي تعسي واش كيعطيك الوقت وهذا، سير البنات كيعطيني الوقت زعما على حساب الغداء واش معذر كيعطيني، لانه داني انا ما كنجيبهاش مع الجوج، كنت كنجيبها مع الجوج غادي نوحل حقاش خصها تجي تلقى الغداء وخصها تجي تلقى الدار مجموعه وداكشي، بالحق داني كتجيش كنخليها في المدرسه كتبقى، وزوج ديالي حتى هو في العشيه، لهذا كيعطيني الوقت ندير كلشي داكشي زعما من ناحيه الدار. ولكن الخدمه لا، الخدمه كنخدمها كيف ما قلت لكم بالليل، ومهم ما بقيتش كندير سبور، يعني نورمالمون كنتمشى بعدا فاش كنوض الصباح راه كنتمشى، اما فاش كنبقى نعس يعني اكيد ما غاديش نتمشى لانه يلاه انت كافي مع الدار وداكشي. هذا البنات قررت نبقى هكا زعما ندير دنيا مدرسه. دابا حاليا هذا النهار الثاني غادي نتمشى، يعني نتمشى 45 دقيقه ان شاء الله. غنتمشاها منها انا كنتمشى بالزربه، ومن هنا كنقضي في شغالات اللي خصني نقضي وصافي. وان شاء الله ملي نمشي للدار نشوف الا قديت ندير شي حاجه سبور هي هذيك، سينو صافي حتى المره اخرى. يعني دابا يلاه بديت هذا النهار الثاني، المهم انا قلت خصني ما نرجعش للدار، يعني كندي داني نرجع نقدر نبغي نتكا ويديني نعس، ما تعرف حقاش كما قلت لكم كتكونوا مبليين ولا مولفين واحد الروتين، ماشي حقاش حنا معكازات زعما اللي كنرجعوا نعسوا ولا الولف الولف، مع انا كتولف داك الروتين من مرضات لي داني عاوتاني وصافي ولفناه، كتفيق ليا بالليل وكنصبح نعس. انا من النوع اللي صحتي هي الاولى ديما كنقولها، يعني مثلا الا ما نعش بالليل خصني نعس الصباح نعوض، ما نبقاش فايقه النهار كله، بوركي انا من النوع اللي الا ما نعشت 8 السوايع ديالي كنحس براسي مجننه، يعني كنبقى معصبه غير مع راسي غير مع حوايجي كما كنقولوا، اي حاجه كتقصني كنتعصب، لهذا خصني نعس سوايعي، الا ما نعش كما قلت لكم سوايعي كنتعصب بوحدي وصافي. بنات داكشي علاش كما قلت لكم ما دابا صافي بنتي كتمشي مدرسه، يعني روتيني بدا كيرجع روتين عادي، يعني بحال اي ام ولا بحال اي ربة بيت، لهذا صافي. يعني الحمد لله بنتي ما مريضه حتى شي حاجات انا، لهذا علاش لا نبقى ندير المدرسه. وكما قلت لكم انا اصلا باغا نحيد الكرش، ولكن ماشي زعما هدفي هو الكرش من هذا الشيء، الهدف هو يكون يعني الروتين ديالي زوين، يعني نوض في الصباح كلحقاش اصلا تخلقنا باش نفيقوا في الصباح ونعسوا بالليل ماشي نسهروا بالليل. صراحه الصحه ديالي لا علاقه، انا مجربت مؤخرا صراحه وليت عيانه يعني في الجسم ديالي في كل شيء، يعني المهم تيمرض صراحه كذب على الله. يعني الا كنتو حتى نتوما بحالي من الاحسن حاولوا تبدلوا هاد الروتين، وعلاش لا اجيو نتعاندوا جميع وتبقاو تنوضوا الا كنتو ديو وليداتكم مدرسه، ولا ما كنتوش كتديوهم على الاقل نوضوا مع التسعود، نوضوا مع التسعود خرجوا تمشاو وديروا بحال اللي عندكم ديما الشغالات، مثلا نقول للازواج ديالكم خليو لكم شغالات مثلا اللي كانوا هما كيقضيوهم قضيوهم ليهم نتوما، سيروا البنكار ميركادونا داكشي اللي مثلا الحاجات اللي كديرهم في العشيه حاولوا ديروهم في الصباح، باش بهذه الطريقه تشجعوا راسكم وتنوضوا وتبقاو تمشاو على الاقل، ومن بعد تبقاو ديروا الرياضه. انا ان شاء الله كنفكر ندير يا اما اليوغا نبقى نديرها نيت في الدار، لحقاش اليوغا نقدر نديرها في الدار بوحدي يعني كيكون سكات وداكشي، يا اما غنبقى ندير يعني السبور. عندي بزاف ديال القنوات كنعرفهم كيديروا هكا السبور، يعني تقدر دير معاها نص ساعه ديال السبور كتشعلي تديري قال الفيديو فيه يعني نص ساعه ديال مثلا باش ديال الكرش، يعني باش تخدمي على الكرش ولا تخدمي على داكشي اللي بغيتي تخدمي عليه، كاين في ديك القناه ديال واحد البنت اسبانيولا. لهذا غنبدا باليوغا لحقاش انا محتاجه نحيد الستريس بعدا من الجسم ديالي، لحقاش كما قلت لكم بهذا الروتين اللي كديرها ولات معصبه، وان شاء الله غادي ندوز ديك الساعه نخدم على الكرش. ولكن حاليا كيف ما قلت لكم بعدا خصني نتمشى باش ما نبقاش نرجع للدار ونحس بان الجسم ديالي باغي يرجع ينعس، خصني الدار ما نرجعش ليها، يعني على الاقل تدوز ساعه ديال المقام وصافي. داكشي هذا هو الهدف ديالي بعدا اليوم، وان شاء الله غادي نكملو. ودابا البنات غنمشي ندخل الميركادو نتقدا شي حاجه تخصني، شي حاجه تقول عليهم شي حاجه بزاف، وكما كتعرفوا يعني ما دابين نسجل لكم بزاف ديال الحاجات يعني في ميركادونا، ولكن ما كيخليوش، وصراحه انا كنتجنب داكشي يبقاو يجيو يقول لي زعما ما تسجلش لحقاش اصلا قالوا لي واحد المره كيف ما سبق لي وقلت لكم، ولكن الا كنتو مهتمين بشي منتج ولا شي حاجه اكيد قولوها ليا ونشريه ونهضر لكم عليه، يعني نقرا عليه والمعلومات اللي بغيتو نقولها لكم ديك الساعه، يعني ما كاين زعما على راس والعين. اما زعما باش نسجل تما في ميركادونا من الاحسن بلاش. ودابا البنت مريحه في واحد الجريده نيت حدا ميركادونا، حقاش فيها الشميشه وفيها الهدوء، مع ما كتكون خاويه دابا ما كاين حتى شي واحد تقريبا، لهذا جيت بغيت نستنشق الهواء النقي وصافي. ودابا شويه غادي نمشي ندخل الميركادونا نتقدى داكشي اللي خصني، يلا نتلاقاو من بعد. ومني غادي نتقدى صافي غادي الساعه كما قلت لكم غنكمل، لانه كما قلت لكم غنتمشى 45 دقيقه هي نص ساعه صافي و تمشيتها، يعني تقريبا و تمشيتها، يعني باقا لي 15 دقيقه هي فاش غادي نتقدى ميركادونا وغادي نمشي للدار. فاش غنمشي للدار غادي نطول الطريق وغنتمشى بالزربه، يعني كيف ما كتشوفوا يعني انا بحال اللي كنقضي في الشغالات وفي نفس الوقت كندير السبور. بعد شويه على الاقل كيف ما قلت لكم انا هدفي دابا حاليا ماشي زعما نحيد الشحمه ولا شي حاجه، سينو هو اني ما نرجعش للدار بكري،
يلا نتلاقاو من بعد. واي اسئله عندكم خليوها لي في التعليق. بنسولكم بنجاوبكم البنات على واحد السؤال سولتوني على هذا الشال، قلتوا لي كيفاش كيتغسلوا. زوينه ديالي تكلمت على واحد البنوته من العائله، كيف ما قلت لكم البنات هذا الشيء اللي سولتوني عليه واحد البنت سولاتني، وخا جاوبتها غنعاود نجاوب دابا لحقاش انا اصلا باغا ندير واحد الميني فيديو تماك في الانستغرام في ديال دانيا شوب باش نقول لكم كيفاش تغسلوا هذا الشيء. بالنسبه لهذا الشيء البنات عرفتي صبناهم في الماكينه، خصكم ما تفوتوش الدرجه 40 ولا 60 يعني نورمال ما كنصبنوا بها حوايجنا. البعض منهم ما كيطلقوش يعني، ولكن ديما الالوان الفاتحه مع الفاتحه والغامقه مع الغامقه، ورشوا عليهم كيتاغراسا يعني مزير الشحوم كيتاغراسا. انا كنستعمل ديال ميركادونا لانه ديال ميركادونا كيصلح للحوايج وكل شيء. خصكم ضروري تشوفوا ديك اللور ديال كيتاغراسا ولا مزير الشحوم يكون يعني يصلح حتى للحوايج وما يكونش فيه جافيل يعني ما تكونش فيه كاع نهائيا اللي خيا. كترشوا على الزيف كامل ولا على البلايص اللي عندكم في الطبيعه؟ انا كنرشوا على الزيف ماشي كنبقى تنرش على الزيف يعني كنرش مثلا هكا 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 على طول الزيف جوج رشات في كل بلاصه صافي. ملي كديروه في الماكينه ديال الصابون البنات كيخرج كيشعل يعني كما كتشوف بحال مثلا هذا الزيف كان صبنتو يعني كل تقريبا كل استعمال ولا جوج كنصبنو يعني على حسب. مثلا كاين المرات اللي كيطمنش عليا كما كتعرفوا بالبيبي كريم ولا ديال الشمس ولا مهم ركب الموسلين معروف يعني كيطمنش دغيا. انا اصلا كان عندي كيعجبوني قوامش في الصيف ديال الموسلين وكان كيوقع لي المشكل وكنت كندير لهم كيتاغراسا، لهذا فاش جيت كنستعمل حتى الشيلان نفس الشيء. وكما قلت لكم واحد الحاجه يعني كتجربه ماشي زعما نقول لكم لحقاش انا كنبيعهم، انا الشيلان ديالي كنصبنهم بزاف يعني كل تصبينه تقريبا كندير الشيلان ديالي كل يعني ما كيمشيش لهم اللون كيبقى اللون هو هو وكيخرجوا كيف ما قلت لكم كيشعلوا. لهذا غير شو عليهم مزير الشحوم ولا كيتاغراسا اللي كنعرف كما كتعرفوا هنا في اسبانيا الاسم ديالو كنظن حتى في المغرب سميتو مزير الشحوم، غير هو يكون خاص بالملابس ولا كيصلح حتى الملابس وصافي ديروه في الماكينه ديالكم. وكيف ما قلت لكم اللي كنستعمل انا هو ديال ماركه ميركادونا وصراحه زوين وكيخرجوا كيف ما قلت لكم كيشعلوا. هي ما تخافوش من ديك الناحيه غير صبناهم في الماكينه يعني ما تنعرفش شحال البنات مثلا امينه كتقول لي كتصبن الشيلان ديالها ب امينه ام تسني سلام كتقول لي بانها كتصبن الشيلان ديالها بيديها يعني باش تحافظ عليهم. السي الصراحه ديال القطن الشيلان اللي خصكم تغسلوهم بيديكم لا باش تحاولوا عليهم. انا ما نصبن حتى شي حاجه بيدي يعني الشيلان كلهم كنصبنهم زعما في الماكينه. بصي ديال مثلا القطن مع المده كيخسروا، ديال الموسلين هادشي اللي صراحه عجبني فيهم وارتحيت فيهم لانه تقدروا تشجعوا يعني الشيلان ويبقاو لكم العام عامين يعني ما كيخسروش من غير جراتوا لكم شي حاجه وماشي ساهل باش يجروا لكم شي حاجه. كما كتشوفوا عندي ضفر طوال كندير لي زاكسيسوار وما كتجرهم ليا حتى شي حاجه. ديال القطن عاد كتجرهم ليا هادشي ديال كيتجرهم ليا ضفاري شي مرات اللي كان مهرس كثر من الموسلين يعني صراحه. هاد الموسلين بعدا انا شخصيا اللي كنبيع صبار يعني اصلا جربته ومجرباه بزاف يعني تقريبا راه وليت كنستعملهم منين على عينهم يخرج الصيف وهما اللي كندير صبن ورد ما كيخسروش ما كيتحببوش ما كيتميزو ما كيتمازاوش يعني كاليتي واعره. لهذا كنصحكم بالموسلين يعني الا كنتو كتعرفوا شي بلاصه يعني كيتباع فيه ولا البنات اللي بتشريو من دنيا شوب مرحبا بكم. لما كنتوش بتشريو من دنيا شوب يعني وعندكم البلاصه اللي كتشريو منهم شريوهم غير زعموا عليهم راهم زوينين ومريحين في اللبسه وكيجيو انيقين تقدروا تلبسوهم مع السبور وتقدروا تلبسوهم مع يعني مناسبات لانه حتى بلي كما كتشوفوا ماشي قطن يعني كيجي مع كلشي. لهذا انا صراحه ارتحيت فيه بزاف وتقريبا ولاو دابا عندي جميع الالوان باش تهنيت في راسي وصافي. من ناحيه الصابون راني جاوبتكم على السؤال ديالي كاع موريتكم اليوم شنو لبست. هانتوما البنات لبست هادي ولبست السبرديله هادي شويه مريحه في المشي صافي عادي حقاش كما قلت لكم ماشي بغيت ندير شي حركه شي حاجه سينو غير نتمشى يعني المهم رجليا يكونوا مرتاحين وصافي. يلا دابا سي غنخليكم نمشي نتقدى وحتى نتشافوا من بعد. المهم البنات هزيت داكشي اللي بغيت وخارجه كندير داك لحقاش سينو غنهز داكشي كثر من اللازم نيت نزيد شي حوايج بلان خاصني وصافي. صراحه جيت على حساب القطن واللي كان باش كنحيد الصباغ لحقاش كيسالي ليا دغيا صافي. دابا انا غادي بحالي صافي البنات انا غادي للدار وكما كتعرفوا كما قلت لكم ما كنفطرش يعني الا كنت خارجه وراجعه ما كنفطرش. لهذا غنمشي نوجد شي فطور يكون صحي باش يعطيني الانرجي نكمل بها نهاري. قولي في التعليق باش فطرتو. عارفه اغلبيتكم ما تقولي لي الخبز الزيت حقاش انا مضروبه على الخبز الزيت ولكن نو دابا حاليا كما قلت لكم نحيد حتى الكرش ما غناكلش الخبز في الفطور غنحاول نتجنبه غنقدر ناكل الشوفان مع شي حاجه. المهم دابا نوريكم ان شاء الله شنو وجدت الفطور. المهم البنات انا دخلت للدار وغنوريكم دغيا شنو خديت من ميركادونا حقاش نمشي تست في هادشي غنسى ونعرفكم كيعجبكم تشوفوا شنو كان شي ميركادونا باش ديو افطار. في زاد القهوه هادي عقلتو اللي كنت قلت لكم غنجرب ديال دولشي غوستو غنجرب ديال ميركادونا وراجلي عجباتو بزاف هادي على ديال دولشي غوستو يعني اللي هي اكسترا فورتي. وصراحه عرفتي ملي كديروها البنات في الماكينه كتشموا الريحه في الدار كامل ديال القهوه اللي كانت كتعجبكم القهوه قاصحه. المهم كما كتشوفوا هي هادي فيها 16 ودايره 3 اورو 30 رخيص على ديال دولشي غوستو تقريبا باورو. حتى البنات هاد الفرماج هذا كنت
باغا ناخذ هذاك سيمي كور هذا وفي الاخر خديت هذا هكا البوكاديوس ولا المهم كيما كناخذوا على الدار على حسب. خديت هذا ديال الاطفال لحقاش اصلا مشيت على حسابه وسهله ليا. وهذا بدلو لهم لومبالاج كنت نشمو بريمارك مؤخرا لقيتهم بدلو لهم يمكن بدلو لهم حتى بدلوهم حتى هما نيت ولاو بحال ديال بريمارك اول مره نشوفهم. المهم وهادو البنات راه دايرين يمكن 95 وهذا يمكن لا درته هو 95 ما وصلش اور تكون عارفه هادشي صافي. خديت البنات هاد هاد الغبره ديال البصله تسالات ليا تقدروا تصاوبوا البنات انا ديال البصله صراحه ما نعرفش نصاوب بحال ديال الثومه سيد تقدروا تصاوبوها في الفران تحمصوا الثومه ومن بعد طحنوها. وكاين هادي ديال الثومه فيهم بجوج وكنحتاجهم بحال هكا ملي كنبغي ندير الكفته ديال الدجاج ولا هذا كنحتاجهم. وخديت البنات هاد هاد الفرماج هذا هذا كما كتشوفوا انا شي مره دابا كن ضروري ما كناكلش حاجه فيها الشوكولاط. وفي هاد الريجيم اللي قلت لكم بغيت ندير باغا نحيد غير السقاطه لانه السقاطه كتخرج على الوجه بالنسبه للبنات اللي كانوا ضدنا الحبوب وداكشي واصلا غير صحيه. بغيت نحيد السقاطه والخبز ما نكثرش منه صافي لحقاش مؤخرا ملي كناكل الخبز بزاف في الصباح انا ما عنديش مع الخبز بزاف ومؤخرا بحال وليت كناكلو بزاف هو اللي بغيت نقص منه صافي خصوصا في الصباح ناكل غير شويه الا بغيت وصافي. وكما كتشوفوا خديت هذا الشوكولاط هذا اللي هو فيه 85% ديال الكاكاو. كاع الشوكولاطه البنات اللي تبغوا تاخذوه ويكون صحي من الاحسن يكون فيه البنات 75 من 75 يعني 75% الفوق ديال الكاكاو يعني الا كان لتحت راه غير صحي يعني لانه قال لك من كتاكلي هذا الشوكولاته ديال الكاكاو مزيان للسنان ديال الصحه يعني اصلا مفيد هذا الشوكولاته هذا اللي قال لك تكون فيه 75 الفوق ديال الكاكاو. اما الباقي راه كتعرفوا كيكون تقريبا كله غير سكر اكيد كيكون ليد هذا شويه حار ولكن هذا كاكاو يعني راكم عارفين 85% كاكاو. خديت الفرماج العادي وصافي للدهن ولا ضروري يكون في الدار. خديت هذه الزبده هذه اللي هي في خيطاري انا ما نعرف مارغارينا زعما ديال 500 غرام هذه كنحتاجها غير بحال هكا المسمن ولا سميتو صافي. خديت مسيكه ضروري كناخذ الساشيات هادو صافي البنات بقاو لي تماك على الوراق داكشي اللي قديت الشوار بصباح صافي صافي البنات هادشي هو اللي خديت من ميركادونا. دابا غادي نصاوب الفطور ديالي جاني الجوع صراحه من بعد ما تمشيت وجيت ريحت شويه اصلا هنايا نشوف البيسي دابا جاني الجوع نمشي نصاوب الفطور. بالنسبه للبنات هادو تفكرت لحقاش نعرف شحال البنات يعني اكيد غيكونوا بنات عارفين فين كاين الثمن ديالهم كاين بنات اللي ما كيكونوش عارفين. هادو البنات كاينين في جهه ديال فين كتكون هادشي ديال القوام ديال ميركادونا والثمن ديالهم رخيص بزاف يمكن اورو ما واصلاش يمكن الوحده ما غاليينش بزاف كيديو صراحه وانا مجرباهم جوج بصراحه زوينين يعني كما قلت لكم خصوصا ملي كتبغوا غير تنسمو بهم يعني شي حاجه كيجيو صراحه زوينين زوينين بزاف لدادين بغيت نقول ماشي زوينين لدادين كيتخلطوا لي شي مره الاضعف اجو لدادين زوينين هاي المهم لدادين. وبالنسبه للفطور ديالي البنات هو هذا كيف ما كتشوفوا درت جوغور واحد دانون طبيعي تقدروا ديروا الدانون اللي بغيتوا ولكن الا كنتو دايرين ريجيم الاحسن يكون طبيعي وما يكونش فيه السكر ما كنتو دايرين ريجيم بتاعي صحي ديروا دانون عادي وصافي. درت الشوفان من هنايا كما كتشوفوا تقريبا جهتي 3 المعالق كبار ودرت تقريبا يمكن 4 الفريزات صغار ولا 3 ما عقلتش المهم واخا بحال درتهم دابا مع بقيت كنقطع ما رديتش البال يمكن درت 4 صغارين. وكما كتشوفوا هنا حكيت شوكولاتي هذاك اللي قلت لكم يعني كما قلت لكم الا كان كيعجبكم الشوكولات خذوا هذاك راه صحي وصافي. حاليا غنفطر بهذا الشيء كنضحك لحقاش كنقول انا غناكلهم باين ما غاديش يشبعوني لحقاش كما قلت لكم هاد الايام عرفتي وليت مضروبه على اتاي والخبز سخون مع الزويته بلديه يعني رجعت عاوتاني كان شحال هادي عزين عليا ودابا عاوتاني رجعوا عزين عليا لهذا غناكلهم دابا ولا جاني الجوع حسيت براسي باقا بغيت نزيد شي حاجه قبل ما يجي وقت الغداء نقدر نزيد واحد طريف صغير ديال الخبز مع زويته يعني باش ما نقطعش داكشي كلشي دقه واحده سينو صافي غناكل غير هادشي وصافي. المهم هذا سناك زوين ولا فطور زوين وصحي هذا هو الفطور ديالي بعد هاد الساعه البنات نجي نفطر شي حدا البيسي نشوف شي سيريه ما عرفتش واش غنتفرج في المسلسل المتبعه ديال الاصطدام لحقاش ما كملتوش بعد الحلقه اللي وصلت فاني لا وصلت 7 لحقاش مؤخرا ما بقيتش كنتفرج فيه هو ولات كمل بنتفليكس الحق دابا صافي خرجت من نتفليكس باقا عندي زعما ما بقيتش كنتفرج فيها بزاف وصافي بنتفرج في داك الاصطدام لحقاش كان عاجبني في الاول عرفتي تبليت به ومنين ولات عندي نتفليكس صافي قلبت عليه ودابا بغيت نعاود نكملو لحقاش قصه زوينه زعما عجبتني انا بعدا شخصيا وعجبت بزاف ديال الناس يتفرجوا فيها لهذا غنبدا نكمل الحلقه اللي كنت بديت باش نكملها نحيدها ليا وانا بداك النوع اللي كنبغي نتفرج نتبع شي مسلسل كنقول خصني نحيدو عليا يعني راه تقل خصني نحيدو ولا ما حيدتوش يبقى راسي ضارني وكنظن هي غادي يكون هذا اخر مسلسل غادي نتبعو يعني مسلسل خصوصا تركي
هاد العام يمكن ولا بعدا على الاقل من هنا حتى للصيف. علاش؟ لانه البنات المسلسلات مشكلة هاد الاصطدام اصلا محوش غيكمل من هاد الصيف. المهم الا كمل من هاد الصيف ما غنتبع حتى شي حاجه، الا كمل من هنا للبرد صافي ما تبعت شي حاجه بعد هاد العام، غنبقى متبعه هاد الاصطدام صافي. لانه حتى المسلسلات البنات كيضيعوا الوقت، كيضيعوا الوقت وكياخذوا وقت. لهذا نخلي هذا وقت الفراغ اللي مابقى نبغي نستمتع بحال هكا كنفطر ولا كندير شي حاجه نتفرج في حاجه وصافي. وما عرفتش قلت لكم ولا وريتكم هاد الفيتامين اللي كناخذ مؤخرا قبل ما نبدل هاد الروتين ديالي، لانه كنت كنفيق وكنفيق دايخه وما كناكلش مزيان، لانه صافي ملي كتفيقي معطله ما كتكونش عندك الكانه الفطور. انا بعدا ما كتكونش عندي تقريبا كنقز الفطور يعني كنتغدى والعشاء حتى هو ما كتكونش عندي الكانه. المهم كناكلش تقريبا والو غير وقت انا كنت سقاطه بزاف. لهذا البنات خديت هاد الفيتامين هذا زعما باش يعاونني شويه، وصراحه ما عرفتش يعني واش تعاونني ولا ما عاونيش، ولكن بعدا راه هذا مولتي فيتامينات يعني فيه بزاف ديال الفيتامينات، وكيما كتشوفوا فيه 30 حبه خصك تشربي كل يعني وحده في النهار. شربتها قبيله في الصباح تقدروا ترافقوها مع الفطور، يعني مش كنت تفطروا تشربوها مع الفطور. وطبعا قررت نتا اليوم باقي فيهم كم جوج حبات ولا ثلاثه وصافي. هادشي هو اللي كناخذ حاليا، وبغيت نوريه لكم. خديتهم من الفرماسي يعني يمكن لا خديت جوج داير كانوا دايرين لهم بروموسيون دايرين يمكن 16 فاصلة شي حاجه، ولكن وحده دايره 10 اورو. قلت لكم الا كنتم مهتمين بشي فيتامين انا عاد كليهم نصحوني وعطوني هذا صراحه، ماشي زعما شي حد نصحني به. الا كنتو كتعرفوا شي حاجه ما احسن من هذا نقولوها لي عفاكم في التعليق، انا مهتمه بهذا الامر ضروري حقاش غنبقى ناخذ لي فيتامين ان شاء الله حتى نولي ناكل مزيان. لانه كيف ما قلت لكم لي فخوي كاع داك الشيء اللي فيه الفايده مابقيتش كناكلو. لهذا خصني نبقى ناكل فيتامينات حتى ان شاء الله على الاقل نزيد واحد الشهر وانا كناكل مزيان عاد باش نقدر نحبسهم. بنات هذا هو الغدا اللي درت، وان شاء الله الا كنتم مهتمين نبقى دائما نشارك معكم بحال هكا الغدا فيما تفكرت ولا فيما قديت ما كان عندي الوقت بحال هكا نشارك معكم الغدا ديالي باش البنات اللي دايرين الريجيم ولا اللي بغيتو تبدلو يعني اكل صحي نجيكم افكار. مهم درت هاد الشلاضه هادي، درت فيها الخس، درت فيها خيزو ولا الجعده الا كنتو كتقولوا شي سميه اخرى قولوها ليا في التعاليق باش نعرف سميتو جميع اللهجات. ودرت فيه البسطانه ضروري من البسطه عزيزه عليا في الشلاضه والخس صافي ماتش الخس البسله والجعده وخيزو. هنا درت جوج فيلاتات ديال الحوت ابيض صافي، يعني هادشي غناكلو بفرشيط وغنزيد معاه شويه ديال الخبز. انا كلشي ديال الخبز لحقاش في الصباح مابقيتش كليت الخبز، لهذا ناكل معاه شي الخبز. وهذا هو الغدا ديالي، كنتمنى نكون عطيتكم شي فكره للغديوه ديالكم صافي. تقدروا تزيدوا شي زيتونات هنايا ولا اللي بغيتوا تزيدوا شي حاجه صافي. البنات اللي كنتو كتاكلوا شي حاجه بالصحه والراحه، دابا نمشي نتغدى باش نمشي نكمل خدمتي. المهم بنات دابا انا غنمشي نجيب دالي المدرسه. وبغيت نقول لكم واحد الحاجه، حسيت اليوم ضرني عينيا كما كتشوف بحال اللي حاكه عينيا، كنحس بحال اللي عندي شي حاجه هنايا منفوخه وكضرني. ما عرفتش كتقول لها نتوما كتكون بحال واحد الحبوبه كتنوض لكم هنايا فوق هاد البلاصه هادي ولا هنا، يمكن حنا كنقول لها يمكن خخوش عيره ولا ما نعرف. المهم ديما جا المصطلحات ديالي كنظن كنا كنقولوا فاش كنا صغار خخوش عيره، لحقاش كانت تنشوفوها بزاف بحال هكا كتنوض الوليدات. المهم ودابا عرفتي الصباح تنقص شفري وكنحس به كيضرني فاش كنت كندير الماسكارا، وقلت يقدر حقاش يلاه فايقه من النعاس وداك الشيء. ودابا عاوتاني تنقيسها وضراني يعني مقبيله كنحس تنحرك عيني وكنحسها كضرني ما عرفتش هي. المهم الا كنتو كتقول لها شي اسم اخر من غير خخوش عيره قولوا لي في التعليق. وبغيت نجاوب واحد البنت يلاه في الطريق ديالها شويه هذا، انا متان سناني قالت لي عواطف علاش ما تحيديش دراس العقل باش سنانك زعما يبداو يتوسعوا داك الشيء. انا سناني البنات عوجين يعني ملي كنت صغيره هكا دايرين، ماشي حق بسبب سنان ماشي بسبب دراس العقل. كنت باغا ندير العام اللي فات السلك، ولكن شطراو عبيوتي هضرات على واحد بحال واحد ما عرف شنو سميتهم كيقولوا ليها سونريسا ترانسبارينتي هنا كيسميوها، يعني بحال ابتسامه شفافه كي بحال واحد البلاستيك كديريه في سنانك بحال هكا وكيبقى زعما هو كيقاد لك سنانك بحال السلك. وصراحه عجبتني لحقاش السلك انا من النوع اللي كنمل يعني غنبقى نشوف راسي ديما بالسلك غادي نقنط، وخفتي ضرني هنايا في اللحم ديال فمي لحقاش صاحبتي دايره والناس قال داروا كيقولوا بانه في الاول كتمحني. صافي شفت هذاك وسمعت بانه غالي قلت نتسنى نشوف ياك ما نسولك ما نلقى هنا شي بلاصه كيديروا بالثمن، اكيد هو راه غالي في اي بلاصه غير هو زعما لقى شي حد اللي بقى يدير داكشي بالتقسيط. وصافي بقيت ما سولتش وباقي ما درت والو ما درت والو بالحق. باقي صراحه كنفكر غنمشي حطو نتيست قريب ليا، نقدر نمشي دابا نقدر من بعد. المهم ماشي زعما اليوم يعني هاد الايام في هاد الشهور هادي نمشي نسول على هاد السوريس هادي شحال دايره، ولا شتها غاليه بزاف غندير سلك عادي وصافي. اما بالنسبه للدراس الاخت يعني كنجاوبك انا وحيده وحده دابا من هنايا، وفاش مشيت عند الطبيبه بغيت نحيد وحده اخرى قلت لها نيت على هاد الاساس قلت لك ما يوسعوا الراس وما نحتاجش كاع السلك، لانه صراحه انا خايفه من داك السلك على ما كيعاودوا لي الناس انه كيمحن وانا من النوع اللي ما كنصبرش
كنصبرش يعني بحال هذا الالم هذا. حيدتهم بغيت نحيد الاخرى، قالت لي ما يمكنش لحيد لك الاخرى، سنانك غادي يوسعوا وغادي يخسروا مع يعني مع واحد الاعوام كيفوتوا غيخسروا لك سنانك، غادي يتحلوا بزاف خصوصا فاش كنكبروا في السن كيزيد بحال اللي كي غيوسعوا. واصلا باقي لي دابا ديك البلاصه خاويه وما متوسعوش، ودابا تقريبا راه عام هادي ولا عام وشي حاجه وانا محيدهم، يعني يكون كانوا بعدا يوسعوا بعدا غير من زعما غير بهاد الخويه اللي عندي هنايا في الدرزه وصافي هادشي اللي كاين. اما ديال تحت صراحه ما عنديش عوجين بزاف، واخا كيبانوا في الكاميرا عوجين ما عوجينش بزاف، اصلا تعوجوا لي غير مع غير مؤخرا يعني شي 3 سنين 4 سنين من كما قلتوا بدا كيخرج لي الدرس ديال العقل بدا ندير عقلي وبداو كيتعوجوا. اما زعما من الصغر لا، اما هادي سي كانت عوجه ليا من الصغر، هاد الفوقانيين هادو من صغري، وبحال اللي قلتوا ما حد كتكبري كيتزير كيتزيروا بسنان العقل وكيزيدوا يتعوجوا اكثر. بالحق ضروري نمسلك ان شاء الله، كنت متبعه مع دونتيست ديك الساعه باش نسجل لكم لي بلوغ العام اللي فات، يمكن العام اللي فات حيت سوسات حيت كلشي باقي ليا وحده، حقاش كانوا فيا بزاف داكشي باش ما صراحه تعطلت ما درتش السلك، لان هما كيعطوك كل بيريود ديري شحال من وحده، وبقات ليا وحده وساليت القرايه مع كنت نقرا تما قريب ليهم داك العام، ومابقيتش مشيت قلت صافي خلي حتى نبدا القرايه ونبدا عاوتاني معاهم صافي. بقيت دابا ما حيتش لها هذيك السوسه لا بديت معاهم السلك. بالحق ان شاء الله كنفكر اكيد غنديرو، كانوا قالوا لي هما 1500 اورو، 1500 زائد واحد 150 اورو خصني نمشي ندير واحد التصويره في واحد البلاصه في اليكانتي يعني في واحد البروفينسيا قريبه لينا، واللي عجزني هي هذيك القضيه خصني نمشي بلاصه اخرى ندير تصويره نرجع. وانا صراحه ما عنديش مع داك الجري داكشي عجزت. المهم يعني بحال اللي قلتو غادي يطلع ليا بديك مليون ونص، مليون و 650 مليون و 700 1700 اورو، ولكن غتعطي كتسبقي في الاول ديك 150 كتخلصيها تماك فاش كتمشي ديك التصويره، وكتعطيهم 300 في الاول ملي كيبداو لك في التحتاني ولا معرض الفوقاني ما بقيتش عقلتي هما اللي كيسبقوا، كتعطيهم 300 وكتبقاي تعطي 60 60 60 حتى توصل لهاد الفوقاني كتعطي عاوتاني 300، وداكشي اللي بقى صافي كيفرقوه لك على كدا 60 اورو ولا ما نعرف على حسب دابا كل طبيب اسنان شنو كيدير. صافي البنات هادي الانفورماسيون اللي نقدر نعطيكم هنا بعدا في هاد البلاصه اللي انا ساكنين فيها. بالحق دابا غنمشي هاد المره نسول هذا واحد الواحد هنا حدانا قريب ليا باش نيت ما بقاش نعكز لحقاش الاخر بعيد، نسول على هاد الابتسامه هادي شفافه نشوف بشحال كيديرها والتقسيطات اللي يقدر يدير معايا، ونسول على هذيك وان شاء الله نجبد معلومات، واخا انا زعما ما نديرهاش نعطيهم لكم تكونوا نتوما مهتمين. كما كتعرفوا هنا بحال المغرب بحال اي بلاصه الدونتيست كيكون عندهم تقريبا الادمنه متشابهين، يقدر واحد زيد شويه واحد نقص شويه غادي هكاك، ولكن كيكون تقريبا في نفس يعني في نفس ما كيكونش واحد الفرق كثير زعما مليون ولا 500 ولا كتكون 100 200 فرق وصافي. صافي البنات دابا نمشي نجيب دنيا وخليت لكم الراحه.